في حلم بتقول جانا، بتقول شفت نفسي أنا وزوجي وأولادي بنتنزه في منطقة محطة الرمل، وبعدين قطعنا تذاكر للسينما، ولكن بنتي الصغيرة غلبها النوم فطلبنا من المسؤول تأجيلها لحفلة صباح اليوم التالي، ورجعنا البيت ووجدت في يدي الساعة 7 صباحا وكنا نستعد للذهاب مرة أخرى. بتقول ملحوظة هذه الرؤية، رأيتها مرتين مع اختلاف التفاصيل. ماشي، هو أصلا الذهاب للسينما أو للمسرح أو خلافه ده معناه إهدار للأوقات، اهدار الوقت، لانه ده فراغ، وقت فراغ، بدل يعني انتباه بقى العيله كلها عندها فراغ، وبصي بتهدر وقتها فيما لا يرضي الله تعالى. وكمان ظهور رقم 7 والصبح، معنى كده 7 ده من الارقام الروحانيه اللي تخص الله تعالى، يعني بدل ما انت بتهدر وقتك. طبعا مش المقصد بالسينما طبعا واحترامي الشديد ليها، الا اني بتكلم على تفسير المنام. فخلي بالك، رقم 7 إلجأ لله تعالى في أوقات فراغك، وشوف ما هو أبدى، يعني راح تدفع فلوس عشان تقضي وقت فاضي يعني. طيب، أختي متزوجة، حلمت أن جوزها اتجوز عليها وركب سيارة لونها أحمر هو وعروسته وراحوا، وهي بتبص عليهم زعلانة. طب أقول ولا هخرب البيت؟ مش عارفة بصراحة، قولي. بصي، عامة هي جواز الرجل من امرأة أخرى من غير ما نشوف تفاصيل ولا ركب عربية ولا ركب أي حاجة، ده معناه إنها هتنجب بنت، لكن شافت بعينها إنه ركب عربية وحمرة كمان، يعني واحدة بيحبها قوي، ومش شرط يتجوز على فكرة، دي هتخطفه من حياته. وهي بتبص، هي عارفة بقى ومتابعة كل حاجة بقى، فانتبهي يعني، انتبهي. طيب، هو حلم غريب شويه، بتقول حلمت ان امي بتقول لي عم سعد اليتيم اللي انت بتكلميه في التليفون ما يعرفش انك مواليد 10/6 زي بنته او 6/10 زي بنته. سعد اليتيم. بصي، في احلام انا بقف عندها والله، اقول طب اقول ايه. بصي، هو طبعا كلمه سعد جايه من السعاده والفرحه ومش عارفه، الا ان يتيم دي بني ادم مقطوع، مقطوع يعني. يعني ايه مقطوع؟ يعني ملوش حد. وحته 6 دي طبعا رقم 6 حلو للمراه، معناها نصر. انا مش عارفه اجمع لها الحلم ده خالص، لكن الحلم ده ناقص، الحلم ده فيه حاجه غلط. اوكي، يا تكمله لي يا تقول الحقيقه. اوكي. طيب، انا امراه متزوجه، رايت نفسي اسير في الشارع مرتديه الزي المدرسي للمرحله الاعداديه، وهو عباره عن تيشرت احمر وبنطلون اسود، ثم تغير المشهد الى عباءه سمراء مفتوحة من الأمام وتحتها بنطلون، وأنا لا أنوي الإنجاب مرة أخرى. هي بتوجهني يعني؟ ماشي، إذا كان كده ماشي. عشان ما تقوليلهاش بيبي. طب مش هقول بيبي. أولاً، الفترة اللي بيمر بيها البني آدم في زمان بقى، اللي هي دراستك مثلاً في الابتدائية، في الإعدادية، مش عارف إيه، فهي المرحلة دي إذا كنت سعيدة في الفترة دي فهي تعود عليكي تاني أيام بسعادة وفرحة. لو عندك ولاد في السن ده فابشري ان هو يعني لو انت اتخرجتي من حاجه كويسه او شيء، فهو معناه ان العيل ده هيمشي على مسيره والدته. موضوع انها تلبس عبايه، طبعا هي غصب عنك انجاب، غصب عنك انجاب، يعني رضيتي ام لم ترضي، لان لبس كل ما هو جديد هو يعني عبايه. عارفه، لو جديده يبقى انجاب ان شاء الله، لو مش جديده فهو تبني او ولايه حد من الايتام، والله اعلم. طيب، تمام. انا حلمت ان بنتي عزباء، هي اللي حلمت ان جبت لها خاتم شكله حلو بس هي شايفاه واسع على صباعها، وانا بقول لها بس تلبسيه كده، لبسته لقيته مظبوط واستغربت انه جه مظبوط وشكله حلو. طيب، هو عريس طبعا جاي من طرف مامتها، الا انه يعني كبير عليها سنا، فالبنت هتقعد معاه شويه، هتلاقيه لطيف، هتلاقيه ظريف كده حتى لو سنه كبير، الا اني هيكمل الموضوع، فابشري باذن الله. طيب، انا استخيري طبعا، استخاره والاستشاره. انا حامل في الشهر 8 ومعايا 3 اولاد، حلمت اني ماشيه انا وابن عمي اسمه محمد وامي ورانا اسمها ساميه في ارض تحت اشجار مانجا وعنب، وكلت من المانجا، وجات واحده صاحبتي اسمها اميره طلبت مني فلوس اديتها 20 جنيه. طيب، ابشري، حلوه قوي. بصي، المشي في المانجا ده نجاه، ربنا هيتم لك حملك على خير ان شاء الله، رغم انها المشي للحامل شويه مشقه ومتاعب في فتره الحمل.
بس ايه، بس بما انها كلت خلاص ان شاء الله هتعدي على خير. وخروج اديتي الاميره فلوس، ده معناه ان انت في لازم تطلعي حاجه لله لازم عشان تنالي الخير ده اللي هو معطل، خير معطل. ممكن تكون تعبانه فتره الثامن ده بتبقى اصعب فتره، يعني نحاول نخطيها بالصدقه وبالدعاء وان شاء الله.